نبدأ معاكم فقرتنا الميدانية من مستشفى العدان الجديد، حيث يدشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي مبنى العلاج الطبيعي، واللي يعد إضافة نوعية للخدمات الصحية الحكومية في البلاد، وسيساهم في استكمال جهود النهوض والارتقاء بجودة وتنوع الخدمات الصحية، وتحديدا لقاطني المناطق اللي يخدمها مستشفى العدان. وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن بدء تسلم المباني الجديدة لمشروع توسعة مستشفى العدان الجديد من الجهة المنفذة، واللي يضم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة ضمن خطة الوزارة لتعزيز الصحة وتحقيق رعاية صحية متميزة. تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع تطلعنا عليها زميلتنا لما بعلاوي، مراسلة تلفزيون دولة الكويت. صبحك الله بالخير زميلتنا لما، ونقول الله يعطيك العافية. وشنو الأجواء عندك قبيل افتتاح مبنى العلاج الطبيعي في مستشفى العدان الجديد؟ نعم، يسعد صباحكم جميعا. بالفعل خلال السنوات العشر الأخيرة شهدت المنظومة الصحية العديد من التوسعات والافتتاحات في المرافق الصحية، كمستشفى الأميري الجديد، الجهراء، الفروانية، التي حققت بالفعل نقلة نوعية في كفاءة وجودة الخدمات الصحية. مشاهدينا الكرام، يعني كما تعلمون وها هي اليوم وزارة الصحة مستمرة في هذا النهج، حيث قام قبل قليل معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بتدشين أو بافتتاح مركز أو مبنى العلاج الطبيعي التابع لمستشفى العدان الجديد، الذي يضم تحت مظلته العديد من الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية والوقائية وفق أحدث البروتوكولات المعمول بها عالميا. للحديث أكثر وأكثر عن هذا المشروع الحيوي، يسعدنا الآن أن نستضيف الدكتور عبد الله السند، وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. يسعد صباحك دكتور. في البداية حدثنا اليوم، مشروع مستشفى العدان الجديد يعتبر من ضمن استراتيجية وزارة الصحة الطموحة لتطوير الخدمات الصحية في البلاد والدفع بها إلى الأمام، حدثنا عن هذا الموضوع. نعم، حياكم الله وسعد الله صباحكم بكل خير. نحن اليوم حقيقة سعداء ومتواجدون في مشروع مستشفى العدان الجديد، وذلك لافتتاح مبنى العلاج الطبيعي والتأهيلي برعاية وحضور معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي. وحقيقة هذا المشروع الضخم، مشروع مستشفى العدان الجديد، هو بإشراف وتنفيذ من وزارة الصحة، وتحديدا قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع. يعني وزارة الصحة دائما تعرف بإنجازاتها الطبية ومشاريعها الصحية، ولكن هناك قطاع حيوي في هذه الوزارة ضمن عدة قطاعات حيوية أخرى، وهو قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع بإشراف وكيل المساعد المهندس إبراهيم النهام، ويضم كذلك نخبة من أبنائنا وبناتنا من المهندسين والمهندسات من الكفاءات الوطنية ومن الكفاءات الوطنية ومن الكفاءات المخلصة الأخرى كذلك. هذا المشروع حقيقة بدأنا باستلامه منذ يناير 2024، ويجرى الآن كذلك عملية تواصل استلام ما تبقى من مبانيه ومرافقه وفق خطة مجدولة ومعدة مسبقا. خلال الأيام والأسابيع القادمة القليلة إن شاء الله تعالى يكتمل يعني استلام ما تبقى من هذه المباني. هذا المشروع يضم 9 مباني أساسية رئيسية، وهي مبنى الأمومة والطفولة، أي لأمراض النساء وأمراض الأطفال، ويضم نحو 637 سرير و21 غرفة عمليات و16 مرفق وقسم فني. كذلك هناك قسم للجراحات العامة والجراحات التخصصية، هذا بالإضافة إلى مبنى العلاج الطبيعي والتأهيلي الذي نحن متواجدون فيه الآن، وهناك مبنى آخر رابع وهو مرفق لمبنى العلاج الطبيعي والتأهيلي، وهو فقط لمواقف السيارات ومعدة ومخصصة لهذا الشأن، وتحتوي نحو 580 سيارة موقف للسيارات. كذلك هناك مبنى لمنطقة الأحمدية الصحية، ويجاورها كذلك
مواقف متعددة الأدوار رئيسية لمواقف السيارات تصل لغاية السعة فيها 1983 سيارة. هناك مبنى للتخزين الاستراتيجي، هناك مبنى آخر للغازات الطبية والهندسية ومولدات الطاقة والشؤون الهندسية، هناك مبنى منفصل كذلك آخر لمواقف السيارات وتصل فيه السعة لغاية 1083 سيارة. حقيقة تم مراعاة توفر بكمية كافية ووافرة لمواقف السيارات، ومراعاة كذلك في مواقف السيارات فئة مهمة جدا وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي وكذلك من كبار السن. تحتوي هذه المواقف جميعها في هذا المشروع نحو تقريبا 200 موقف لذوي الاحتياجات الخاصة. جميل، يعني نستطيع نقول هي مدينة طبية متكاملة الأطراف. دكتور، لو أردنا نتحدث عن مشروع مبنى العلاج الطبيعي، مكونات هذا المشروع، الأجهزة، المعدات، التقنيات المتقدمة والمبتكرة، أكيد أيضا يوجد فريق طبي متخصص مؤهل في هذا المبنى، حدثنا عنه. نعم أختي لما، إحنا الآن هذا المبنى، مبنى العلاج الطبيعي الذي نحن متواجدون فيه الآن، هو أحد المباني التسعة ضمن مشروع مستشفى العدان الجديد، وبطاقة استيعابية ب 35% زيادة عن الطاقة الاستيعابية لقسم العلاج الطبيعي السابق قبل هذا الافتتاح. وقسم العلاج الطبيعي في هذا المستشفى حقيقة يقدم خدماته العلاجية كما ذكرت والتأهيلية على ثلاث مستويات أو على ثلاث فئات. الفئة الأولى هي للمرضى المنومين داخل أجنحة المستشفى والغرف، الفئة الثانية والمجموعة الثانية وهي للمرضى داخل عناية المركزة وكذلك عناية القلب في مركز سلمان الدبوس، الفئة والمجموعة الثالثة التي تأتي من المراجعين التي تأتي إلى هذا المبنى لتلقي جلسات العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي والعلاج بالعمل في هذا المبنى. ما إن تنتهي من تلقي هذه الجلسات تذهب إلى المنزل، فهي بمثابة عيادات أو جلسات يعني علاجية، عيادات خارجية. و حقيقة يعني هذا المبنى مقسم كليا إلى ثلاثة أقسام، قسم للرجال وقسم للنساء وقسم آخر للأطفال، ويضم ثلاثة أدوار بالإضافة إلى الدور الأرضي والسرداب. والمرافق التي فيه، المرافق التي توجد للرجال هي يوجد مثلها للنساء ويوجد مثلها كذلك للأطفال، على سبيل المثال مثل أحواض السباحة وهي للعلاج المائي، وكذلك صالة التمارين الرياضية التي نحن متواجدين فيها الآن يوجد منها ثلاث صالات مثل هذا مزودة بمثل هذه الأجهزة. على سبيل المثال أحواض السباحة أو العلاج المائي هي مهيئة للعلاج المائي وتحتوي على أجهزة للمشي مهيئة للعمل والتدريب للعلاج التأهيلي تحت الماء، وكذلك الدراجات التي تعمل تحت الماء. هي يعني حقيقة أنا أتمنى إن شاء الله نصطحبكم بجولة بعد ذلك حتى يطلع عليه السادة المشاهدين. الأرضية، أرضية المسبح هي أرضية تعمل آلية، يعني المريض الذي يعاني أو المراجع الذي يعاني من صعوبة بالحركة أو وهن بالعضلات أو الذي يؤتى به عن طريق الكرسي المتحرك يستطيع أن يصل بسلاسة إلى حوض السباحة، بعد ذلك تنزل به أرضية حوض السباحة إلى عمق يصل إلى 1.60 متر، طبعا بمعية زملائنا من أخصائي وأخصائيات العلاج الطبيعي، هذا للرجال وللنساء وللأطفال كذلك. طبعا الخدمات التي تقدم هنا بشكل عام هي خدمات علاجية وخدمات تأهيلية، يقوم بتأهيل هذا المركز حالات آلام المفاصل وآلام والكسور وكذلك الإصابات الرياضية، وكذلك العلاج التأهيلي لحالات ما بعد الجلطات الدماغية أو الحالات التي تعاني من وهن في العضلات مثل يعني مرض الباركنسون وكذلك التصلب اللويحي المتعدد. نعم 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 بالضبط. وكذلك هناك علاج تأهيلي للأطفال وعلاج تأهيلي يعنى بصحة المرأة، وهناك العلاج بالعمل والعلاج بالنطق وعيادات الاتزان ومختبر تحليل المشي، كل هذا في هذا المبنى. أضيفي إلى ذلك هناك علاج التأهيلي والعلاج الطبيعي لحالات آلام العمود الفقري. طبعا إضافة يعني تم مراعاة، إضافة إلى الخدمات العلاجية والتأهيلية تم مراعاة توفر الخدمات البحثية والاهتمام في إطار الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر، ويعني توفر مرافق للباحثين والمختصين في هذا المجال. دكتور، لو أردنا أن نتحدث دكتور عن مدى أهمية هذه المباني الجديدة والمشاريع والصحية القادمة، ماذا ستضيف، السؤال الذي يطرح نفسه دكتور، ماذا ستضيف وستقدم أيضا للمنظومة الصحية في البلاد؟ نعم طبعا
عن هذا المشروع، مشروع المستشفى العدان الجديد وغيره من المشاريع الإنشائية والتطويرية من التي تم افتتاحها وتشغيلها خلال الأشهر السابقة أو حتى التي سوف يتم افتتاحها وتشغيلها خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، هي للأمانة تحظى بمتابعة دقيقة واهتمام من معالي وزير الصحة، سواء كانت هذه المشاريع في المناطق الجنوبية في البلاد مثل أحد مباني مستشفى العدان الجديد أو في منطقة صباح الأحمد السكنية مشاريع قادمة أو مشاريع قادمة في ضاحية علي صباح سالم أم الهيمان، أو إذا إذا رحنا في شمال البلاد في مدينة المطلع أو في كذلك في منطقة صباح الطبية التخصصية، هذه كل هذه المشاريع تراعي حقيقة أمرين رئيسيين. الأمر الأول من ناحية النوع، توفر خدمات نوعية لم تكن موجودة أصلا بالأساس في هذه المنطقة. الأمر الثاني هو مراعاة استيعاب أكبر قدر ممكن من المراجعين الكرام، من المواطنين الكرام، وهذا سوف ينبني عليه تقليل طوابير الانتظار وسرعة وصول المواعيد وسهولة وصول المواطنين الكرام للخدمات الطبية المتكاملة، طبعا مع مراعاة التوسع السكاني والتمدد العمراني وما تشهده البلاد من مشاريع عمرانية ونهضة سكنية. طبعا هذه الأمور التي ذكرتها يتم مراعاتها بدقة عند رسم سياسات واستراتيجيات وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية في جميع محافظات البلاد، وكل ذلك يصب فيما تصبو إليه الخطة التنموية للبلاد. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية على هذا الكلام الطيب. كان معنا الدكتور عبد الله السند وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. بالفعل مشاهدينا الكرام، هذه المشاريع وهذه الإنجازات الضخمة تندرج ضمن برنامج عمل الحكومة 100 يوم، وتؤكد وتجسد على أرض الواقع مدى اهتمام المنظومة الصحية بتطوير الخدمات الصحية والدفع بها إلى الأمام والتقليل من فترة الانتظار، وذلك في سبيل توفير بيئة علاجية متكاملة الأطراف. هذا كل ما في جعبتي زميلي، وننتقل إليكم. شكرا لك طبعا زميلة لما أبو علاوي مراسلة تلفزيون دولة الكويت، وشكرا لضيفك الكريم الدكتور عبد الله السند على هذا الكلام. بالفعل يعني لا تألو جهدا وزارة الصحة في إقامة مثل هذه المشاريع وتطويرها لخدمة المواطنين والمقيمين. شكرا لك لما. شكرا.